السلام عليكم عزيزاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم من الوصفه المعتمده عندي باش كنفتح بها الهالات السوداء. كيف ما كتعرفوا انا اغلبيه اللي كيعرفني راني كنسهر بزاف بزاف وكيتينوضوا ليا هنايا لي سيغ. المهم البنات غادي نحتاجوا فقط البطاطا، غنحتاجوا غير النص ديالها، وغادي نحتاجوا لهاد الحكاكه هادي المبشره تكون اللي ماشي رقيقه بزاف اللي غير شويه، وغنحتاجوا الكوتون هذاك الديسك، كوتون ديسك هو اللي غادي نحتاجه. صافي، من بعد كيف ما كتعرفوا البنات كاملين يعني البطاطا راه هي فيها النشا وفيها بزاف ديال الفوائد اللي كتحتاجها البشره ديالنا، وكيف ما كتعرفوا اكيد حتى انا ما عنديش مع داك الخلطات اللي بزاف اللي نبقى نخلط هذه مع هذه. كيعجبوني الحوايج اللي يكونوا سامبل ويكونوا ايفيكاس. كيف ما كتشوفوا انا هنايا اختاريت البطاطا الحمراء، بامكانكم ديروا اي نوع ديال البطاطا عندكم، انا كتعجبني الحمراء حيت كتكون شويه قابطه في راسها. صافي، من بعد ما نقيت غير داك الجزء اللي انا غادي نحتاجه غادي ندوز باش هكايا نحكها في هذا النوع ديال في هذا النوع هذا، حيت كاينه الرقيقه حداها والغليظه. غنحتاج انا الموين. من بعد ما حكيتها البنات كنحصل على هذا القوام بحال هكذا، يعني كتكون هكذا يا رقيقه وكتطلق واحد السائل، وما تخليوهاش البنات ما تعطلوش عليها، حيت لا تعطلتوا عليها راه دغيا كتاكسد وكتولي كحله. صافي، من بعد غادي ناخذ الكوتون ديسك ديالي، هذا القطن الدائري اللي كنحتاجوه باش كنمسحو ديماكيون باش كنديماكيو به هكا الكحول، ولا غنقسم هكايا القطينة على جوج ديال الأجزاء، وغنعاود نحلها غنحاول نحلها باش تعطيني واحد الورقة اللي هي رقيقة. صافي، وغادي نحطها في البطاطا باش تشرب ليا مزيان، تشرب ليا هذاك الماء السائل كله اللي كاين في البطاطا كلها يشربوا لي داك القطينه. من بعد عاد غادي ندوز باش نابليكيها على وجهي. كيف ما كتشوفوا يعني كينوضوا زعما كيخرجوا لي هكايا لي ساغن بالصهير وبالتليفون وبزاف ديال الحوايج. غادي ناخذ هكايا داك القطنه وغنخليو البطاطا من على برا، ما نديروهاش من الداخل، غادي نخليوها من على برا باش ما تدخلناش في عينينا اولا ديرونجينا. كيف ما كتشوفوا الجزء اللي فيه البطاطا غادي نخليه من على برا، والجهه اللي غادي نحط تحت عيني غير الجهه اللي هي شاربه السائل مزيان هي اللي غادي نديرها تحت من عيني. غادي نصاوب هاد العين قدامكم وغنصاوب حتى العين الاخرى. وهاد الوصفه البنات راها زوينه بزاف ومجربه، وانا كيف قلت لكم ماشي من النوع اللي عزيز عليا قوه الوصفات ونخلط هذه مع هذه، يعني هكذا كتجيني سهله وكتعطي نتيجه. واكيد البنات مع المداومه نخليها 14 15 دقيقه ونرجع معكم. كيف قلت لكم البنات غنخليها 15 دقيقه في وجهي. في هذيك الاثناء البطاطا الاخرى اللي بقات لنا ما غاديش نرميوها، اكيد غناخذوها وغندوزوها على وجهنا كامل هكذا بحركات دائريه. تحاولوا انكم تدوزوها على وجهكم كله، راكم كتعرفوا البنات يعني حنا الخضروات كلها كنستافدوا منها وكلها فيها منافع، غير حنا كنعكزو هكذا على البشره ديالنا خصوصا في فصل الصيف. حاولوا انكم تكثروا من هذه الوصفات اللي هي تكون طبيعيه وما تزيدوا معها حتى شي حاجه كيماويه، وغتحصلوا على واحد النضاره. ونحاولوا اننا هذا الحجر وهاد حاله الطوارئ اللي حنا فيها نخرجوا منها بنتيجه. كيف ما كتشوفوا خديت داك البطاطا اللي عندي مبشوره وبقيت كندوزها على وجهي كامل حتى حسيت بان وجهي خدا القدر اللي غادي يكفيه من هكا من السوائل. وغادي نخليها البنات ربع ساعه وغادي نغسل وجهي ونرجع معكم. المهم انا كيف ما كتشوفوا ما تخليوهاش تنشف بزاف باش ما تبرزتكمش تحت العين، ربع ساعه راها كافيه. صافي، وغادي نحيد داك القطينه اللي انا درتها من تحت من عيني. وكيف ما كتشوفوا يعني غادي تحسوا بالراحه في وجهكم. والبنات راها اي حاجه كتحتاج المداومه، راه حتى حاجه ما كتعطي الريزولطا في النهار الاول، غير هو الا بقيتوا بالمداومه راك غتخرجوا النتيجه. انا دزت غسلت وجهي ورجعت معكم. والبنات ملي تغسلوا وجهكم حاولوا انكم ما تجروش هكذا وتغسلوا وجهكم وانتم كتجروا وتمسحوا وجهكم بالفوطه وانتم كتجروا، حاولوا انكم غير تضغطوا، حيت ملي كتكونوا دايرين ماسك او لا هكذا يا شي وصفه كيكون الوجه حساس وكيكون خدا واحد خدا فيتامينات. صافي، من مور ما غسلت وجهي ومسحته غادي ندوز باش نرطب وجهي غير بنيفيا سوفت. غادي نرطب به وجهي، يعني ضروري من مور ما ديروا اي حاجه تيكون الوجه قادر انه يستقبل ماسك او لا اي حاجه درتوها له كيستافد منها. صافي، هنا غادي نرطب غير وجهي. صراحه انا في هذه الوقيته هذه راني غادي نطلع للسطح،
كان خاصني ندير ليكرون، ولكن ما بغيتش ندير ليكرون، قلت حتى نرطب وجهي ويشرب وجهي داك الكريم مزيان، ومن موراها عاد ندير فوق منه ليكرون، وهداك الساعة نكمل شغلي. وانتم كيف ما كتشوفوا يعني كتحسوا بوجهكم، خدا واحد انتعاشة بحوايج ليا بسيطة، جربوها البنات وردوا عليا في التعاليق. السلام عليكم بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. اول حاجه بغيت نرحب بالناس الجداد اللي كيلتحقوا معايا، اللي كيلتحقوا بيا في القناه. كنتمنى ان لاشين تعجبكم، وكنتمنى ان نكونوا في المستوى وتلقاو معايا داكشي اللي كتقلبوا عليه. يعني لاشين هكايا متنوعه، فيها خرجات وصفات هكا ديال الجمال ديال الطبخ، فيها روتينات، فيها فلوغات، يعني في نصائح بزاف ديال الحوايج. مؤخرا في التعاليق كانوا سولوني البنات على لا كولور اللي صبغ بها هنايا ظفاري وش من مارك، وديجا كانوا جاوني في الانستغرام قالوا لي يا بشرى عافاك شنو الصباغه باش كتصبغي ظفارك باش ما كيتقشروش. البنات انا كيف كتعرفوا كناخذ بريتي، هذه هاد اللي دايرها في ظفاري، راه هي هذه الرقم ديالها 16، لا 29، هو الرقم ديالها 29. ها نتوما كيف ما غتشوفوا هذه هي اللي دايراها دابا بطفاري لا مارك بريتي. كناخذ انايا بريتي حيتاش كيف ما كتعرفوا حدانا هنايا في تازا ما عندناش بزاف ديال هاد المسائل ديال المكياج، منين تاخذها ما كاينش، يعني كنكتفي بمرجان. هذه كناخذها ب 20 درهم من مرجان. ها هما هي لي كولور اللي عندي فيها، يعني ديال الصيف كيعجبوني انا ندير هاد لي كولور. عندي هنايا موف، هذه راها مات، هي فيها هاد بريتي فيها جوج الانواع، هذه بريون وهذه مات. عندي الموف والبلو، هادو عندي مات، ملي كديرهم كيوليو لك في ظفارك تيوليو مات، حتى هما بريتي. وعندي هاد لا كولور هادي كندير بها الفرنش، هادي بحال كريمي صافي. وهادي خلاص اللي كتعجبني هي هادي اللي دايراها انا. هادو البنات كناخذهم من مرجان من لا مارك بريتي ب 20 درهم. وفلوغ مار ديجا كنت بارطاجيتها معكم، ولكن هاد فلوغ مار البنات راها ما زوينهاش كتقشر دغيا، يعني غير كديريها بوحديتها بلا ما ديري لا شقه لا والو كتقشر. بالنسبه لي كومونتير جاوني بزاف على لا كولور باش صابغه شعري. البنات انا يا فتحتو بهذيك اللي كنت ديجا بارطاجيتها معكم، داك الرشاشه مونزالينا، هذيك هي اللي كنت كنفتح بها شعري، ومن موراها درت غارنيي 6.132. لا مارك غارنيي خديتها ب 36 درهم حتى هي من مرجان، 6.132 هي اللي كنت درتها باش عطاتني لا كولور اللي كانت عجبتكم بزاف. دابا خلاص راه بداو كيطلعوا لي غاسين، حتى نعاودها ان شاء الله ونبارطاجي معكم. من غير بغيت البنات نتقاسم معكم يعني الوصفه اللي كنديرها لشعري، حيت انا كان كيطيح عندي بزاف بزاف كان كيطيح. ومن موراها درت واحد الوصفه، هي ماشي وصفه صراحه، مشيت غير عند العطار وقلت له عافاك عطيني، قلت له عطيني التخليطه ديال الشعر اللي كيطيح. عطاني واحد التخليطه خديت 10 دراهم، بامكانك انت تاخدي على قياسك واخا حتى 3 دراهم. خديت 10 دراهم درتها في قرعه، وملي كنجي ندوش قبل ما ندوش كناخذ معلقه كبيره مع معلقه ديال زيت الزيتون، وكنخلط وكنشقق بها شعري صافي مده ديال ساعتين. درتها تقريبا واحد 4 ديال المرات، مره في السيمانه، لقيت الحمد لله نتيجه وما بقاش شعري كيطيح بزاف. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نبارطاجيه معكم، والتساؤلات اللي كانوا البنات طرحوهم عليا في الانستغرام وخلوهم ليا بزاف بزاف في التعاليق، كانت ضروري خاصني انني نجاوبكم. وصافي هادشي اللي كاين، ومرحبا بكم والف مرحبا. البنات قبل كان واحد لافيديو، في واحد لافيديو حطيتها ديال الرفيسه، كانوا جاوني لي كومونتير بزاف 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 تيقولوا لي يا بشرى ما تاكليش الرفيسه راكي اونسينت غادي تضرك، مباكو مسعود، يعني كلشي كيبارك ليا على الحماله. غادي ندير ان شاء الله واحد لافيديو اللي غادي نفسر لكم فيه كلشي، وغادي نقول لكم واش بصح راني زعما طومبي اونسينت او نو. غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله في واحد لا فيديو، غادي نقول لكم اشنو كاين بالضبط، حيت جاوني بزاف ديال التعاليق وما يمكنش انني نخلي لكم واحد البوان دانتيروغاسيون اونتر بارونتيز دار اونتر بارونتيز، ضروري خاصني نشرح لكم ونقول لكم شنو كاين بالضبط، غير نرسي هكايا شي امور ونقاد شي حوايج، وداك الساعه ضروري غادي نقول لكم اشنو كاين. وصافي كنتمنى ان هاد لا فيديو اللي هي خفيفه ظريفه تكونوا استفدتوا منها، ونكون جاوبت البنات اللي كيخليو ليا لي كومونتير، حيت ما كنبغيش البنات يسولوني هكذا وصافي ندير راسي ما شفتش. ضروري خاصني نجاوبكم على الاسئله اللي نتوما زعما اي واحد كيطرح ليا شي سؤال كنبغي ضروري انني نجاوبه. وصافي هادشي اللي كاين حبيباتي، تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله، وكنبغيكم بزاف 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 بزاف. غرو بيزو ا توس.
البنات قبل راني حتى ختمت عاد تفكرت نبغي نقول لكم دخلوا عندي الانستغرام، دخلوا الانستغرام ديالي تابوناو معايا حتى في الانستغرام، انا غادي نحطو لتحت في صندوق الوصف، غنخلي لكم في صندوق الوصف. ومرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد اللي كيلتحقوا بالقناه، ومرحبا اكيد بالناس القدام، وما تنساوش انكم تابوناو معايا لتحت في، انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي لتحت باش توصلوا معايا وباش تخليوا لي الاشتراك ديالكم نتوما، حيت الانستغرام يلا فتحته باقي ما عنديش. بالنسبه للقلم، القلم اللي كنت خديته انا غنعاود نوري لكم، ها هو البنات، هذا القلم هو اللي كانت جابته لي اختي، جابته لي ان بري مارك، ولكن لا كولور ديالته جاتني فونسي على لابو ديالي، ما كيجيش معايا، كيجيني شويه فونسي. هذا هو اللي كنت بارطاجيته معكم في داك لا فيديو اللي قبل، خديته بخمسة دراهم البنات. انا قلت لكم راني خديته بخمسة دراهم ولكن ما قلت لكمش منين، خديته من المعرض للناس ديال تازا. كاينين جوج ديال المعارض في الشارع ديال كوليزي، في داك الطريق ديال كوليزي كاين واحد على يديك اليمين حدا الباتيسري كتهبط له ما فيه لا موسيقى لا والو، وكاين الاخر على يديك اليسر الا كنتي جاي من الفوق، على يديك اليسر ملي كتدخلوا مع الدخله كتلقى الموسيقى والحيوح، وواحد السيد تمايا داير بحال كيبيع السيديات وكيدير دي جي وقيله. هذا خديته من داك المعرض الاولاني، الثاني راه ما فيش، خديته من الاولاني عند واحد البنت كاينه لتحت، قول لها غير القلم ديال الحجبان 5 دراهم وهي غتعطي لكم. وصراحة هذا هو اللي كيجي مع اللون ديال، ها نتوما فاتح، انا نديرو من الفوق باش يبان لكم، ها نتوما هذا هو اللي كيجي مع اللون ديال البشرة ديالي، الاخر شويه كيجيني غالق ما كيجيش معايا، واخا راه صراحه راه هذا هو لي كاليتي، هذا غالق ما تيجيش، كيجيني بحال الكري، لا كولور ديالته كتجيني بحال الكري ما كتجيش مع وجهي. صافي هادشي اللي كاين، ما نطولش عليكم لا فيديو، تهلاو ليا فراسكم ومع السلامه.